حسنيه يا بي. ابي ابي يا الله يا الله شو خفت. الحمد لله الحمد لله. دري بدها تقتلني. شوفي بدور ليش عم تطلعي فيني. عادي والله خوفتيني. ليش حامل السكين؟ مدي ايدك. ليش؟ يا بتعطيني ايدك لحتى اجرحك يا اما مضطرة اذبحك مشان يوصلوا العسلات لدرية خانو. بقى شو قلتي؟ لا تخافي يا ابي، ما حدا بيقدر يقرب عليكي ولا يمس شعره منك طول ما فيني نفس. ليه ما يدرى أن حامل منك؟ والله لا يوصل الدم للركب. أول عن آخر رح يعرف. فأنا من رأيي أنت تقول يعني أحسن. تحرك عمل شيء. تحرك قبل ما يوصل الدم للركب ويوقع الفاس بالرأس. شبك واقف من البسطيشة. يعني رح تحميني أبي؟ لك شو عم تحكي لك حسنية؟ أنا ظلمت بنت وما ضل عندي غير هالبنت. انت ضناي وروحي، لك انت عرق عيني. خلي لي اياك. شو عم تعمل حسان؟ تلني ليش بدي قتلك؟ ليش شو عامل؟ لأني غدرتك وخاين وأمين ما بيركبوا مع بعض. بس أنت ما بتغدر حسن، أنت حميتها لبنتي. أنا ما حميت بنتك، حميت مرتي. شو عم تحكي؟ شو عم تقول؟ يلي سمعته، حسنية مرتي على سنة الله ورسوله. اوه حامل كمان.